أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها هذا المساء لمناقشة التحذيرات الجديدة من انهيار وشيك للنظام المالي اليمني على خلفية امتناع البنوك الدولية والمحلية عن تأمين إمدادات السلع الأساسية إلى اليمن. على جوانب الحرب تنمو أزمة تكبر كل يوم وتصير أشد خطورة مع تزايد محفزاتها. الاقتصاد حرب أخرى على المواطن اليمني الذي يعيش منذ عام في ظل الحرب والحصار اللذين فرضتهما ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. تقرير جديد يحذر من كارثة اقتصادية تضاف إلى ما هو قائم من وضع سيء أساسا، فبالإضافة إلى اتساع الحاجات الإنسانية لليمنيين بفعل الحرب، تدفع قرارات سلطة الميليشيا وإدارتها للملف الاقتصادي نحو أزمة ستفضي أو ستقضي على ما تبقى لليمنيين من مقومات حياة. التقرير الجديد يتحدث عن امتناع البنوك الدولية عن تغطية وتأمين واردات اليمن من السلع الأساسية وخوفها المتزايد نتيجة لقرارات البنك المركزي بمنع تحويل الأموال ورفع الدعم عن بعض من أهم تلك السلع. المصادر المصرفية والتجارية التي تحدثت للتقرير أشارت إلى أن هذا الانهيار الذي من المتوقع أن يكون شديد الوطأة على المواطن اليمني جاء بعد أيام من قيام البنك المركزي برفع الدعم عن بعض من السلع الأساسية كالأرز والسكر. وبحسب التقرير فإن الغموض القائم حول الجهة التي تسيطر على البنك المركزي الذي يوجد مقره في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين هو ما يدفع البنوك إلى مزيد من الحذر ويضيف الكثير من الصعوبات التمويلية. الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل سيطرة الميليشيا والمخاطر التي تنتظر النظام المالي في هذه الظروف ستكون محور نقاشنا هذا المساء. ولكن قبل أن نبدأ ننتقل إلى هذا التقرير ونتابعه، ابقوا معنا. أزمة مضافة تنذر بكارثة ستكون أثقل من الحرب على كاهل المواطنين اليمنيين. في بلد يواجه مخاطر المجاعة فعلياً، لا تزال سلطة الميليشيا تصر على دفع الأوضاع الاقتصادية في البلد إلى كارثة محققة. النظام المالي في اليمن يواجه شبح التوقف التام، وهو ما سيؤدي إلى خنق الإمدادات التجارية بعد أن قطعت معظم البنوك خطوط الائتمان التي تمول شحنات السلع الغذائية لليمن. مصادر مصرفية وتجارية أكدت أن البنوك تعزف بشكل متزايد عن تقديم خطابات الائتمان للشحنات المتجهة إلى اليمن، وأنها أصبحت غير مستعدة لقبول المجازفة في ظل الأوضاع التي يمر بها البلد والقيود التي فرضتها سلطة الميليشيا على تحويلات الأموال، وهو ما يجعل العوائق تتزايد الآن أمام جلب السلع. مصدر مصرفي أوروبي قال أن بعض البنوك قررت الانسحاب بالكامل من تقديم خطوط الائتمان لتجارة الغذاء إلى اليمن، فيما أشار مصدر محلي أن البنوك المحلية توقفت عن فتح خطابات اعتماد لأن البنوك الخارجية توقفت عن التعامل معهم. تقرير سابق صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي كان قد أشار إلى أن تدهور قيمة العملة الوطنية ونذرة النقد الأجنبي يجعلان من الصعب تمويل الواردات. تدهور الوضع سريعا الشهر الماضي بعدما أوقف البنك المركزي دعم شراء السكر والأرز من الأسواق العالمية مع استمرار فرض القيود على التحويلات المالية للخارج. في بلد تقول التقارير الأممية إن أكثر من 21 مليون من سكانه البالغ عددهم 26 مليونا في حاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية، فإن أي زيادة مهما كانت طفيفة قد تشكل إضافة خطيرة إلى أزمة تكبر كل يوم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لمناقشة موضوع حلقتنا هذا المساء عن الوضع الاقتصادي في البلد على ضوء امتناع البنوك الدولية والمحلية على تغطية تأمين استيراد السلع. سينضم إلينا الضيوف رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل الدكتور سعيد عبد المؤمن، وكذلك السيد عبد الوهاب العودي الباحث الاقتصادي، وكذلك من القاهرة مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر. لكن قبل ذلك مشاهدينا الكرام، كانت الأخبار تتحدث عن أن الاقتصاد في اليمن يتدهور بشكل مخيف وأن هناك احتياجات إنسانية تتزايد، بحيث أن 21 مليون من أصل 25 مليون هم عدد السكان في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وأن الكثير من السكان باتوا تحت مستوى أو خط الفقر. تتحدث المصادر المصرفية والتجارية أن البنوك في اليمن تعزف بشكل متزايد عن تقديم خطابات الائتمان التي تضمن سداد المشترين أو المشتري الثمن للبائع في الوقت المحدد في الشحنات التي تذهب إلى البلد.
هذا البلد الذي يعاني كما نشاهد وتتابعون أنتم من حرب وتشنها الميليشيات الحوثي والمخلوع على الكثير من المدن فيها. قال مصدر أيضا أنه قال مصدر في تجار السلع الأولية والعالمية لتقارير صحفية أن البنوك العالمية لم تعد تشعر بالارتياح لمعالجة المدفوعات، وبالتالي هناك تخوف من قبلها. ينضم إلينا الآن رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل الدكتور سعيد عبد المؤمن. مساء الخير دكتور. مساء النور دكتور. تتحدث التقارير أن البنوك قطعت خطوط الائتمان التي تمول شحنات السلع الغذائية لليمن، ما الذي يعني هذا الكلام؟ هو المعروف يا أخي أنه عندما يرغب أحد التجار في استيراد بضاعة من الخارج لابد من يفتح اعتماد بنكي لدى البنك المحلي، والبنك المحلي يخاطب البنك في الدولة لنفسها بحيث أنه يخاطبه أنه سوف يضمن قيمة الشحنة. يعني الوضع القائم في اليمن أن هناك إشكالية أنه البنوك المحلية اليمنية لم تعد قادرة على تحويل العملات، وقعت بأخير شيء ما سربت من مدير رئيس البنك المركزي إلى وزير المالية أن كثير من البنوك لديها عملات بالعملة الأجنبية ترغب بتحويلها إلى الخارج بموافقة التزاماتها، لكن يتطلب الآن بعض الإجراءات مثل التواصل مع التحالف وضمان وصول هذه الشحنات وإلى آخره. الوضع المقلق هذا أنه البنوك أصبحت الآن غير قادرة أولا على توفير العملة الصعبة بسبب ارتفاع أسعارها في السوق وشحتها، والشيء الثاني عدم قدرتها على تحويلها إلى الخارج. هذا طبعا يدعم من البنوك الخارجية في وضع عدم افتقار من قدرة البنوك اليمنية على سداد الالتزامات بالشركات التي ستقوم بعملية توريد البضائع لليمن، وهذا طبعا إشكالية كبيرة في ظل الوضع الحالي اللي تعاني منه. يعني نفهم من كلامك دكتور أن هناك الآن أصبح حالة عدم ثقة ما بين البنوك العالمية والبنوك اليمنية من قدرتها على الإيفاء بالالتزامات التي تترتب عليها أولا بأول. نعم، هو انعدام الثقه لان البنوك الخارجيه يعني في هذه الحاله يعني لم تشعر بارتياح بسبب انه هل البنك المحلي سيستطيع توفير العمله الصعبه بالاساس؟ هل سيستطيع كذلك ان ينقلها الى الخارج؟ هل سيستطيع ان يسدد الالتزامات مثلا اذا كانت لديه حسابات في الخارج؟ يعني هنا تبدا عمليه الاشكاليات. الشيء الثاني انه كمان البنوك الخارجيه ستجد انه عمليه التصدير من اليمن اصبحت مكلفه بسبب اجراءات التامين والوصول وعمليات التفتيش والى اخره، يعني حتى الشركات الاجنبيه بتبدا تشعر بالقلق على بضائعها يعني. والمعروف انه الان عمليه الاستيراد اليمن اصبحت في حدها الادنى، يعني حتى انه يعني بدات كثير من البضائع تنعدم، اللهم الا بعض الدول التي لا زالت تصدر ويغامر بعض التجار من الاستيراد بها يعني. طيب ما التاثيرات يعني المتوقعه لمثل هكذا اجراء على السوق المحليه؟ هو طبعا من حيث المبدا حتنعدم السلع، يبدا ارتفاع اسعارها، يكون هناك شحه، يبدا الناس ينتقلون من بضائع ذات جوده اعلى الى ذات جوده اقل، يعني كما يحصل في العلاجات الان انه اختفت كثير من العلاجات، وهذا طبعا خطر كبير على صحه المواطن لان العلاجات ذات الجوده الاعلى بدات تنفض من الاسواق، تاتي بعدها لدرجه ثانيه ودرجه ثالثه، هذا يؤثر. الشيء الثاني انه انعدام البضائع يبدا يؤدي الى ارتفاع اسعارها، تحصل حاله اختناق في السوق، كمان تتعطل عمليه الانتاج ان كانت في عمليه انتاج يعني على الاقل لا زالت في حدها الادنى، تتعطل عمليه الانتاج وبالتالي الاقتصاد نفسه يتاثر تاثر بشكل خطير ومباشر ويكون له تاثير على النمو الاقتصادي وعلى القدره على توفير احتياجات الناس. طيب يعني اذا ما جئنا الى موضوع تقييمي الى الفتره الماضيه، كيف اثرت قرارات البنك المركزي المتتاليه في الوصول الى مثل هكذا قرار من او تخوفات من قبل هذه البنوك؟ حقيقه عزيزي البنك المركزي نحن نشكرها قياده البنك المركزي باعتبار انه المؤسسه الوحيده اللي حاولت ان ترتفع فوق الخلافات وعلى الاقل تكون مؤسسه وطنيه، لانه لو كان البنك المركزي ما قامش بهذه الاجراءات كان التوقع انه حينهار الريال اليمني تماما، باعتبار انه ما فيش حكومه اقتصاديه، ما فيش حكومه كفاءات، العمل الاجاري متخبط، الاجراءات الاقتصاديه سيئه، البلد تمر بحاله يعني حروب معلنه ومدمره، حصار الى اخره، يعني عدم استقرار، يعني توقف عمليات الانتاج،
وبالتالي البنك المركزي يحاول بقدر الامكان من خلال الاجراءات انه يحط على الاقل من انهيار العملات بشكل متسارع. يعني كان لو مش هذه الاجراءات كان اتوقع ان يكون قدر الريال اليمني قدر لا يساوي شيء. يعني. طيب بسؤال اخير دكتور سعيد، كيف تتوقع ان يتعامل التجار مع هذا الوضع؟ هو طبعا زي ما قلت لك حيبدا التجار يتم من حاله من عمليات الاستيراد، بيبحثوا عن بدائل اخرى على الاقل لاقناع الشركات الخارجيه اللي لديهم مثلا القدره على توفير الاموال، مثل كان يستطيعوا ان يكون لديهم ايداعات في الخارج، ان يكون لدى بعض البنوك ارشيات في الخارج، ان تكون مثلا بعض الشركات المحليه المعروفه انها اصبحت لها الان فروع خارجيه، بعض الشركات الكبيره اصبح لها فروع في بعض الدول. يعني من خلال هذه المصادر يمكن على الاقل توفير بعض الاحتياجات، ولكن في الحقيقه ستكون كارثه. وانا هنا اطالب الحكومه بصفه عامه وطالبهم انه لابد من وضع حل مع الدول المجاوره لكي يتم يستطيع البنوك على الاقل تحويل العملات الى الخارج، حتى نضمن نحن في اليمن على الاقل وصول الحد الادنى ياتي من السلع التي تحمي الناس من الفقر والجوع والمرض. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل، كنت معنا عبر الهاتف. ينضم إلينا الآن من صنعاء الباحث الاقتصادي الأستاذ عبد الوهاب العودي. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب. مساء النور، أهلا وسهلا أخي. أستاذ عبد الوهاب، يعني بحسب التقرير يعني لربما اطلعت عليه، ماذا سيحدث عقب امتناع البنوك عن تغطية اعتمادات واردات السلع إلى اليمن؟ يعني هل يمكن اعتبار هذا بمثابة رصاصة الرحمة على الاقتصاد اليمني؟ بصراحة ما سيحدث يصعب توقعه، وأفضل أن لا نتكلم على المكشوف يعني أمام الشعب، لأنه تزيد من هلع الشعب ومن هلع الصرافة والتجار وغيره. فما سيحصل بيكون كارثة بكل تأكيد، إنما لا نتمنى أن يصل الحد إلى أن يتوقف البنوك المحلية عن إمكانية تمويل فواتير الاستيراد من الخارج، لأن الاقتصاد اليمني بشكل أساسي يعيش على أو قائم على الاستيراد من الخارج في أغلب السلع، أو بالنسبة للسلع الرئيسية كقمح وسكر وأرز فنسبة الاستيراد 100%، وبالنسبة لاستيراد الدواء يمثل شريحة كبيرة، المشتقات النفطية تمثل جزء كبير من واردات الدولة. فأنا لا نتمنى بصراحة، نحن كنا نصرخ ملء الصوت قبل شهور من أن الأزمة ستصل وأن الكارثة الاقتصادية ستدمر البلد تدميرا هائلا، لن يستطيع أحد لا في المحيط ولا على مستوى العالم أن يلملم التشققات، وهذا ما لم يدرك السياسيون المتصارعون في البلد للأسف. طيب أستاذ عبد الوهاب، يعني هل لا زال لدى البنك المركزي من خطوات يمكنه عملها أو قرارات يمكنه فرضها حتى يتجنب هذه الكارثة التي تتحدث عنها؟ أعتقد ذلك، أعتقد أن البنك المركزي بإمكانه أن يتخذ خطوات معينة، لا سيما في مجال السياسات أو في مجال الضغط على الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض، ومن ثم الحكومة اليمنية ستتخذ إجراءات معينة للضغط على دول الإقليم، دول التحالف، بأن تقوم بالواجب، واجب المساندة لدعم الريال اليمني، واجب المساندة بدعم احتياجات اليمن من النقد الأجنبي. وأنا قبل فترة سمعت أن هناك تحركات لدى مؤسسات النقد الدولي، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعازل من الخليج، لا أعلم مدى مصداقية ذلك، ولكن سمعت بأن هناك تحركات لإقامة أو إنشاء حكومة مؤسسات مالية موازية يتم دعمها في عدن أو في مناطق أخرى لا أعلم أين، لدعم لمساندة الريال حتى يتمكن المحتاجون أو يتمكن التجار المعتمدون على الاستيراد من الخارج من الحصول على النقد الأجنبي الذي يلبي احتياجاتهم لتغطية فواتير المواد المستوردة من السلع الأساسية. طيب وغيرها. دعني من هذه النقطة تحديدا أنتقل إلى ضيفنا من القاهرة مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر.
أستاذ مصطفى، يعني نحن نتحدث عن أن البنوك الدولية والمحلية لم تعد قادرة على تأمين استيراد السلع إلى البلد. الأستاذ عبد الوهاب تحدث عن يعني ضغوط دولية على البنك الدولي أو خليجية على البنك الدولي لإقامة أو إنشاء مؤسسات مالية في عدن أو أماكن أخرى بخلاف صنعاء. هل يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على الاقتصاد؟ فعلا هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بمواجهة فتح اعتمادات بالعملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية واستيراد كافة المواد، لا سيما بعد تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وأيضا تراجع أو الشحة الموجودة في العملة الأجنبية لا سيما الدولار في السوق المحلي ما رفع سعره بشكل كبير خلال الأيام الماضية. لكن فيما يتعلق بسؤالك حول عملية نقل البنك المركزي، ما أعرفه أن كل المؤسسات الدولية نصحت بعدم إيجاد مؤسسات بديلة، وكان هناك طرح بأن يتم فعلا تحييد المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي، وأيضا دعم عملية الجانب الاقتصادي بحيث على الأقل يتم تلبية المستوى الأدنى أو الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان، لأنه في حال الانهيار الشامل ستزيد حالة المعاناة لكافة السكان في اليمن. وكان هناك معارضة شديدة فعلا من البنك الدولي والمؤسسات الدولية وكل الدول الكبرى في إيجاد كيان موازي للبنك المركزي، وهناك الحقيقة صعوبات كبيرة في عملية من هذا النوع، صعوبات لوجستية وصعوبات إدارية وصعوبات أيضا في كافة الإجراءات التي يمكن أن تخلق مثل هذا الأمر. طيب يعني أستاذ مصطفى، يعني أفهم من كلامك أن يعني هناك خطورة في ذلك بالنسبة للمؤسسات الدولية، لكن ما هي هذه الخطورة في حال نحن نرى الآن أن البنوك الدولية ما عادت تثق بالاقتصاد المحلي والتجار المحليين ولا ترسل لهم الأموال الكافية أو لا تعتمد هذه الأموال؟ يعني كانت الخطوة عبارة عن تأجيل مؤقت للانهيار الذي يبدو أنه سيحدث مؤخرا، كما سمعت أن الحكومة تدارست مع الكثير من المنظمات أو الكثير من المؤسسات المالية الدولية عودة على الأقل ضخ النفط أو إيجاد المصادر، محاولة إيجاد المصادر البديلة للنقد الأجنبي من الدولار وغيره، وهذه خطوات ربما لوقف عملية التدهور المستمر. لكن المشكلة أيضا ما زالت قائمة، المشكلة هي عامة وأسبابها كثيرة، أبرزها عملية توقف المساعدات والمنح الخارجية، توقف عملية الصادرات، تراجع مستوى التحويلات. كل هذه القيود أو هذه الصعوبات هي من خلقت هذه المشكلة. أيضا سيطرة جماعة الحوثي على المؤسسات المالية وتسييرها، وأيضا حتى لا توجد بيانات مالية الآن دقيقة حول مستوى ما تم استهلاكه من أو ما تم إهداره من الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية، كان بحدود تقريبا ما يقارب 5 مليار دولار، الآن وفق أحدث المعلومات أنه تراجع إلى 2.3 مليار دولار، وهناك وهذا يشكل تحدي كبير. فالحقيقة أنه المشكلة معقدة وتتطلب فعلا أن يكون هناك رؤية واضحة لدى الحكومة، وأن يتم إبعاد الموضوع الجانب المالي والسياسة النقدية والمالية إلى حد ما عن أو أقصد تحييد هذا الجانب بحيث يصبح على الأقل هو الشريان الذي يحافظ على ما تبقى من الاقتصاد الوطني. طيب يعني هو كان الحديث، أنت تتحدث عن تحييد هذه المؤسسات أو الجانب المالي عن السياسات الأخرى، لكن هناك الآن يعني إشكالية أيضا، تحدثت أيضا عن موضوع مشاكل لوجستية في عدم قبول المؤسسات النقدية الدولية في وجود فروع للبنك المركزي واعتماد فروع البنك المركزي في عدن مثلا. هذه الإشكالات يعني هل تتمثل في عدم الثقة بالجانب الأمني، مخاوف من سيطرة مسلحين أو ميليشيات على هذه المؤسسات مثلا؟
هي من حيث المبدأ إيجاد كيان موازي، أعتقد أنه هناك ممانعة كبيرة من قبل المؤسسات المالية الدولية. الأمر الآخر أيضا ما يتعلق بالبنية المؤسسية والإدارية، من الصعب جدا أن يتم نقلها، كما تعرف أنه تركز المركز المالي كله بحكم المركزية خلال الفترة الماضية، تركزت كل المؤسسات المالية وكل البنية المؤسسية والإدارية في العاصمة صنعاء، وبالتالي من الصعب أن ينتقل فجأة عمليات. لكن هناك الحقيقة حلول بديلة بأن يتم فعلا تنشيط وكفاءة تحسين كفاءة إدارة الفروع، على الأقل الفروع في بعض المحافظات المحررة مثل مأرب أو عدن وغيرها، للقيام على الأقل بدور جيد في عملية الحفاظ على العملة في هذه المناطق، وأيضا عملية تيسير التبادل التجاري. هناك إشكالية أيضا أخرى مرتبطة بعملية البنوك المحلية فيما يتعلق بوجود العملة الأجنبية المكدسة في البنوك أو الموجودة لدى البنوك المحلية، وهي ودائع العملاء والتي يمكن أن تخفف إلى حد ما، وكان هناك اتفاق على نقل هذه الأموال إلى الخارج، ولكن يعني للأسف تعرقل هذا الأمر. وأنا أعتقد أنه في حال تم السير في هذا الأمر ربما يخفف إلى حد ما من مشكلة العملة الصعبة في السوق اليمني. أشكرك شكرا جزيلا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأستاذ مصطفى نصر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى ضيفي عبر الهاتف من صنعاء الباحث الاقتصادي عبد الوهاب العودي. أستاذ عبد الوهاب، يعني هذه النقطة ترحيل الأموال أو العملة الصعبة الموجودة في البنوك اليمنية إلى الخارج، هل يمكن أن يسهم في تخفيف هذه تعزيز الثقة لدى البنوك الدولية في الاقتصاد اليمني؟ باختصار لا. لا يمكن أن تعزز من ثقة البنوك، لأن المسألة مدروسة. النظام المالي العالمي مترابط ومكشوف اليوم، يعني كل مؤسسة تعرف. أستاذ عبد الوهاب، أستاذ عبد الوهاب، هل لا زلت معي أستاذ عبد الوهاب؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالباحث الاقتصادي عبد الوهاب العودي. كنا نتحدث مشاهدينا الكرام عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل امتناع أو مخاوف من امتناع البنوك على تأمين احتياجات البنوك المحلية، وذلك سينعكس على التجار الموجودين في اليمن وعلى جلب السلع الخارجية التي يحتاجها الناس أو يستهلكها الناس، نظرا لأن الاقتصاد اليمني في الأخير أو كما يقيمه الكثيرون أنه اقتصاد يعتمد بدرجة أساسية على الواردات التي تأتي من الخارج، على السلع الغذائية التي تأتي من الخارج، وليس هناك الكثير من السلع التي يستخدمها الناس وهي تنتج محليا. تحدث قبل قليل الأستاذ عبد الوهاب أن هناك مخاوف كارثية من حصول كارثة في الاقتصاد الوطني إذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه، وتحدث الأستاذ مصطفى نصر على أن هناك مخاوف من قبل البنك الدولي وصعوبات لوجستية في نقل المؤسسات المالية مثل البنك المركزي إلى عدن أو تعز أو أي منطقة أخرى بسبب ما أسمته هذه المؤسسات صعوبات لوجستية، على الرغم من وجود ضغوط كبيرة من قبل دول الحكومة الشرعية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي. ينضم إلينا الآن مجددا الباحث الاقتصادي الأستاذ عبد الوهاب العودي. أستاذ عبد الوهاب، كنا نتحدث تحدث أن نقل هذه السيولة المالية من العملة الصعبة لن يسهم في تعزيز الثقة، فهل تفضلت بإكمال الفكرة؟ نعم، نقل السيولة المالية المتاحة هذا تفكير ساذج صراحة، لأنه فاتورة الواردات السنوية لليمن تبلغ حوالي 12 مليار دولار في المتوسط، فلا يعقل أن يكون لدى اليمنيين مجموعة ملايين من الدولارات أو مجموعة مئات ملايين من الدولارات لأنها ستحل المشكلة. يا أخي، المسألة أكبر من هذا التفكير الساذج. يجب أني أوضح شيء. الخبر الذي سمعته هو من مؤسسة دولية بأن هناك تفكير ليس لنقل البنك المركزي إلى عدن، وإنما إلى فتح مؤسسات مالية موازية تتمكن من امتصاص الدعم بالعملة النقدية من دول الخليج وغيره، ومن ثم دعم الريال، وليس نقل مؤسسة البنك المركزي. أنا أرى كاقتصادي أن هذا حل مناسب. طيب، ما هي طبيعة هذه المؤسسات أستاذ عبد الوهاب؟ نعم، ما طبيعة هذه المؤسسات الموازية؟
ربما تفعيل فرع البنك المركزي بعدن، ربما تغذية حساب فروع البنك المركزي في الخارج، لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي ليس موجودا في البلد، الاحتياطي النقدي الأجنبي موجودا في الخارج يغذي الفواتير، يغذي الطلبات، يغذي الطلبات شراء السلع عبر تحويلات مالية من بنوك في الخارج وليس هنا في السوق المحلية. فالمسألة أنه يتم تجميع العملة الصعبة من السوق اليمني وإخراجها، هذا يعني بأننا نزرع قنبلة ذرية هائلة في السوق، ستدفع المحتاجين لشراء الريال إلى أن يشتروا الموجود من العملة، إلى أن يتهافتوا أو يتضاربوا على شراء العملة الصعبة بمبالغ هائلة من الريال، بمعنى أن الريال سيصبح لا شيء، سيصبح أوراق جرائد، وهذا التفكير ساذج. المسألة تتجاوز هذا التفكير، وما نحتاجه هو أن يتم الضغط على دول التحالف في التحديد يا أخي. إذا لم يستجيب الانقلابيون في البلد، وهم لم يستجيبوا فعلا، يجب الضغط على دول الخليج على أن تقوم بمسؤوليتها، لأن آخر التقارير وأنتم سردتمها في تقريركم الموجز، لأن آخر التقارير تفيد بأنه حوالي 21 مليون من الشعب اليمني بحاجة إلى بعض الاحتياجات الإنسانية، أي 84% من السكان، 9.9 مليون من الأطفال يعانون، 3 مليون نازحين. يا أخي الأرقام مخيفة جدا، والمتحاورون يفكرون بأنانية وبسذاجة لا يمكن أن تحل المأساة التي يعاني منها 24 أو 25 مليونا. أما أن ينتظروا إلى الحلول النمطية المتمثلة بإطلاق الصادرات من النفط والغاز وحشد موارد الإيرادات الضريبية والجمركية، فهذا تفكير ساذج ولن يتم تحقيقه على المدى القصير. ونحن نعاني من مشاكل عاجلة وحاسمة، لماذا لن يتم؟ لأنه لا يمكن بناء بالاعتماد على المؤسسات، مؤسسات الدولة المشلولة المعوقة الفاسدة البيروقراطية الموجودة حاليا. طيب أستاذ عبد الوهاب، الكفاءة حتى تتمكن من تصدير النفط والغاز، وهذه مسألة متعرضة لمخاطر كثيرة. نحن نعلم أن النفط والغاز موجود في مناطق ما تحتلها الجماعات الإرهابية كالقاعدة. طيب أستاذ عبد الوهاب، هذه البساطة يعني الآن في ظل الحرب الموجودة الآن في البلاد، لو كان هذا القرار موجود في يعني عدم حرب أو في ظل ظروف أخرى مغايرة لما هو موجود حاليا، لربما كان القرار المناسب هو منع الاستيراد وتحويل الاهتمام أكثر يعني توفير هذه السلع من يعني موارد داخلية، أليس كذلك؟ هذا ممكن جزئيا، ممكن جزئيا فيما يتعلق ببعض السلع التي ممكن تقطيعها من السوق المحلية. أما بالنسبة للسلع التي تضغط على فاتورة، على ميزان المدفوعات، على فاتورة الواردات، فهي سلع أساسية كالسكر والأرز والأدوية وقطع الغيار والمشتقات النفطية إلى آخره، هذه لا يمكن تقطيعها من السوق المحلية. وإذا ما تم التفكير بتقطيعها من السوق المحلية بعض جوانبها كالمشتقات النفطية، فهذه تحتاج إلى سياسة وإلى إجراءات ربما لن تتم على المدى القصير، قد تتمثل في توسيع حجم المصافي ومصافي تكرير النفط وغيره، إنما لا يمكن أن تتم بشكل عاجل. أما بالنسبة لموضوع الدواء فهذا مسألة خارجة عن السيطرة، موضوع السكر مسألة خارجة عن السيطرة، موضوع الأرز خارج عن السيطرة، موضوع القمح ثمة ما يقضي على إمكانيات أن يتم استبدال زراعة أو تعزيز زراعة القمح في الأراضي الزراعية على فقرها في اليمن، ثمة ما يوجد وهو أخطر وهو القاد. ربما يفكر لو فكر المسؤولون عن وزارة الزراعة والمسؤولون عن الحكومة، ربما يتوجهون نحو تعزيز قطاعات معينة كقطاعات الصناعات الصغيرة والأصغر، ويخلقوا فرص عمل ويصدروا إلى الدول المحتاجة، ينفذوا إلى الأسواق باعتبارنا أصبحنا عضوا في منظمة التجارة العالمية وأسواق دول أفريقيا. ربما أو يجب أن يتوجهون نحو البديل للقات، وهو تعزيز ثقافة البن وزراعة البن وتصديره، وهذا كفيل بأن يعود بعملة صعبة للبلد. أما أن يفكروا ببدائل عن الاستيراد فهذا لن يتم بهذه البساطة على الإطلاق.
أشكرك شكرا جزيلا الباحث الاقتصادي الأستاذ عبد الوهاب العودي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية الحلقة أود الإشارة إلى أننا حاولنا التواصل مع مسؤولين من البنك المركزي وكذلك من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وكذلك وزارة الصناعة والتجارة، لكن يعني للحصول على تعليقات من قبلهم لكن لم يتجاوبوا معنا. في ختام الحلقة مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمن في التقديم وزميلي كمال حيدرة في الإعداد وبقية الطاقم الفني. حتى الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.